وزير الأوقاف يشدد على إقامة صلاة العيد بنفس ضوابط صلاة الجمعة وعدم السماح بإقامتها في الساحات. من جانبه شدد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة على عدم السماح بإقامة صلاة العيد في الساحات، وأكد على ضرورة الالتزام بقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بإقامة صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة وبذات الضوابط والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية. بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء الموقر في جلسة الأربعاء 5 مايو 2021 برئاسة معالي الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فإنني أؤكد على إقامة صلاة العيد بجميع المساجد التي تقام بها الجمعة فقط دون إقامتها في الساحات، مع تأكيدنا على عدم السماح بإقامة صلاة العيد لا في الزوايا ولا في المصليات ولا في المساجد التي لا تقام بها الجمعة ولا في الساحات ولا في الطرقات ولا في الشوارع، مع الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم الالتزام بها في صلاة الجمعة وفي سائر الصلوات من اصطحاب المصلى والالتزام بارتداء الكمامة وعدم فتح دورات المياه وإجراءات التباعد الاجتماعي، سائلا الله عز وجل أن يعجل سبحانه وتعالى برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين،